أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم ارتداء النعل أو الحذاء الذي يتجاوز الكعبين إلى أعلى وقد يكون له صوت عند المشي؟ لا ينبغي أن يلبس الحذاء المرتفع المسمى بالكعب العالي وما أشبهه ولا ما له صوت، لأن هذا يجلب الخيلاء والتكبر، وربما يسبب سقوط المرأة إذا لبست هذا الكعب العالي أو اختلال قدمها، وهو أيضا فيه تصنع وتكلف ما أنزل الله به من سلطان.